تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسري بعروقي لواهي السموم. العطر ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. تتكتم في داخلي صرخة ألم، ضاع دربي والأمل أصبح وهم. ضيعوني ولا أنا تهت الطريق، ودروني لا صديق ولا رفيق. ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق، ودروني لا صديق ولا رفيق. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون. كل شي يسأل يسأل من أكون، أصرخ من اللي أنا بليل الجنون، أنا بليل الجنون. يا براتنا يا روح العطر، ردي يا زينب، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر، لنا نور الفجر. Thank you.
مروان، أم مروان، ما حصلت حد في البيت؟ لا، ما حد في البيت. ما أعرف وين راحوا، أخاف يكون صار لهم شيء. أيوة يا أحمد، المكان جميل ونظيف، أكيد أمل تعرف المكان. لا، أنا للحين بعدني في الفندق. خلاص، أنا بنتظركم لحد ما تجوا. حرام عليكم، ايش اللي سويتوا؟ ايش اللي خرجكم من البيت؟ وبعدين هنا مروان، انا ما شفتها في البيت. لا تحاتي مروان، مروان داخل البيت نايم. وبعدين احنا صرنا ندور على زينب. تدوروا على زينب؟ ايه، زينب ضايعه في وادي بني حبيب، ايش بيجيبها هنا في العقل؟ ترى صرنا ذاك الصوب حبيبتي ذاك المكان، بس ما لقينا سياره، وكل بخطف علينا صار كم صاروخ موقف لنا. هي احنا بغينا ندور على زينب عشان نرد لك شويه من اللي سويتيه معانا، لكن ايش نسوي؟ ما قدرنا. اليد قصيرة والعين بصيرة. فيكم الخير يا عمي وفيكم الخير. زين قلت قهوة وحيتنا وبعدين سيروا. أحسنتي أم مروان، أحسنتي، خليها مرة ثانية، بعدنا بروح ندور على زينب. الله يحفظها يا رب وترجع لكم سالمة غانمة إن شاء الله. آمين يا رب، آمين. لا تحرميني من هالدعاء أم مروان. والله بظل أدعي لها من كل قلبي، إن شاء الله ترجع لكم سالمة غانمة وتفرحوا بها إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظ زينب ويرجعها بالسلامة إن شاء الله. الله يخليكم إن شاء الله، آمين يا رب، آمين. يلا إحنا بنترخصكم الحين. بس أرجوكم ما تخلوا مروان واحدة مرة ثانية في البيت. لا تحاتي إن شاء الله. لا تحاتي. يا مع السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. أنت مستلف 200,000 ريال من عيسى؟ لا طبعاً. إذن إيش السالفة؟ ما في سالفة، ويا ريت لو تسكري هذا الموضوع الحين. طيب أنا بسكر على هذا الموضوع وبفتح موضوع الميراث. ميراث مرة ثانية؟ ما توك معتذر عن الكلام في الموضوع؟ صحيح أنا اعتذرت، لأني شفت الوقت ما مناسب الحين. وش معنى الحين مرة ثانية تفتحي؟ لأني أريد أعرف ليش كل ما أفتح معك موضوع الميراث تتوتر كثير يا أحمد وتتغير حالتك. أمل، يا ريت لو تسكري هذا الموضوع بعد. إذا كان يدور في بالك غير التفكير بزينب فقولي اللي عندك، أنا أسمعك. زينب هي شغل الشاغل الحين، وبعدها نبيلة. مروان ايش كان يوصيك؟ ولا لا يكون هناك في مصيبة ثانية بعد ما أعرفها
لا تطمن، ما في أي مصيبة جديدة. إيش السالفة؟ السالفة وما فيها أن مروان بعد ما صار له الحادث وصارت عنده الإعاقة الدائمة، حاب ينقل صورته وحالته للشباب ويبين لهم كيف أن السرعة الزايدة والاستهتار تؤدي لإصابة دائمة. كلام جميل. اهتمي بصحتك يا حنان. طلعني يا عيسى، خلاص تعب تعب. خلاص هذا عدم الخروج موجود معي، تعال. شوف حنان، لا تظن الكلام اللي قالته أمل صحيح، ترى كلامها هذا كان كله كذب في كذب، مثل ما اتهمتني في البداية باختطاف زينب الحين جاية تكذب كذبة ثانية وقالت الكلام اللي قالته. شوفي مدى الكره اللي تحمله هذا الإنسان ضد أختها وضدي أنا. لا، ونحن اللي شايلينها على كفوف الراحة. إذا كانت أمل كذابة نبيلة إيش تكون؟ كذابة هي بعد؟ صباح الخير رأي سعيد، أنا نبيلة أم زينب، في أي أخبار عن بنتي؟ يعني لحد الحين ما حصلتوها ولا في أي أخبار؟ يا ريت إنكم تحصلوها بسرعة، يا ريت. الله يخليك أخوي، إذا في أي أخبار اتصل فيني على طول، لا تنتظروا. مشكور أخوي، مشكور، الله يخليك، مع السلامة.
لو تريد الجلسة جلسة، أنا وولادي طالعين. يا ترى ايش مخبي الايام بعد؟ ما مسكينك كم
ليش ما تردي يا أمل؟ ليش ما تردوا علي؟ لا أحمد يرد علي ولا محمد يرد علي، ليش خليتوني ورحتوا؟ ليش؟ اللي جالس تدور عليهم طلعني يا عيسى. الظاهر انك صدقت كلام امل. امل طول عمرها ما تكذب. يعني انا اللي اكذب؟ ايوه انت اللي تكذب. حنان مثلت علي الحب طول فتره زواجنا، واخرتها فكرت تتزوج من اختي امل. اختي امل يا عيسى. كذب كذب. انت اللي تكذب. هانت عليك، هانت عليك عشرة ثمان سنوات. لو قلت انك تريد تتزوج لاني ما انجب، بنفسي اروح اخطب لك، بنفسي اروح اخطب لك يا عيسى. لكن فكرت انك تتزوج من اختي امل، اختي امل، انا ما مصدقة، ما مصدقة. زين ليش؟ ليش؟ لاني ما احمل؟ ما انا حامل يا عيسى. ليش؟ ليش تريد تهدم اللي بيننا؟ ليش؟ تريد تعرفي ليش؟ أخوش أحمد هو اللي طلب مني أني أطلقك. طلقني يا عيسى. إيش اللي دخلكم بيت ناصر هو موجود؟ طلع مع واحد غريب بعد، ها؟ ما تعرف اللي سويتيه هذا غلط؟ طلعي من راسك ان زينب موجودة ببيت ناصر او باي مكان ثاني. زينب موجودة في الوادي وبس. زينب ما موجودة في الوادي، لو كانت في الوادي كان الشرطة حصلتها، بس في حد ماخذنها. طلعي هالاوهام من راسك، تخلصت من هالامراض اللي عندك. انا تعبت، ما عندي طاقة اسمع بس. وانت لا تبي تسمع كلام هذه، تفهم؟ ترى عيسى لا بيفوت هذه الفرصة، الحين طالع يروح يحرض خاله عشان يبلغ الشرطة، وعاد انه يتهمك انك مسرقة. عيسى مستحيل يسويها. ما شاء الله، أكيد. أنت تعرفي عيسى أكثر منه. إيش اللي بينك وبين عيسى يا أستاذة نبيلة؟ عن إذنكم. شيخان، ما كان المفروض انك تتركيهم الحين علشان ما تصير مشكلة كبيرة بينهم. بالعكس، المفروض اني اتركهم عشان يحلوا مشاكلهم وصفوا حساباتهم وحدهم. امل، انت في ايش تفكري؟ افكر في زينب، وين ممكن تكون، وليش الشرطة لين الحين ما حصلتها. زينب ابرة في عمق الوادي، ومن الصعب انهم يحصلوها. هذا اذا كانت بعدها في الوادي. شيخان. نعم. ايش رايك نروح ندور عليها؟ يمكن الله يكرمنا ونحصلها. تعرفي، لو انت ما طلبت مني هذا الطلب الحين كنت انا بطلبه منك. خلينا نروح. يلا يلا. Thank you.
لآخر مرة أسألك، إيش اللي بينك وبين عيسى؟ وأنا لآخر مرة أقول لك إنه ما في شيء بيني وبين عيسى إلا إني كنت معجبة في أيام الدراسة، وهذا قبل لا أرتبط فيك. وتقوليها بهالوقاحة؟ أقولها بكل صراحة علشان تنظف مخك زين. يعني أنت معجبة بعيسى؟ أيوة كنت معجبة فيه، كنت. يعني تريد تفهمني إنه طول حياتك ما عجبت في حد؟ ها؟ لا تقول لا، ولا تفتكر اني انا ما اعرف عنك اي شيء. انا اعرف كل شيء عن ماضيك. ايوه انا كنت معجبة في عيسى. يعني تريد تقول لي انت طول حياتك ما حبيت حد؟ واقول هذه اختك؟ كانت اقرب صديقاتي، خذت مني اول شخص عجبت فيه، واليوم تريد تاخذ بنتي؟ انا ما مصدق الا اسمع، ما مصدق الا اسمع. هذه هي الحقيقة اللي حبيت تسمعها وتعرفها، الحقيقة مرة. انت زوجة وأم. أنا عمري ما خنت بيتي ولا زوجي ولا أولادي، أنا عمري ما عرفت الخيانة. بس انت اعترفتي لحنان انك تجي الجبل عشان عيسى وبس. أنا أعترف اني قلت هذا الكلام بس علشان أثير جنون حنان وتخبرني وين بنتي. أنا ما أري شيء، ما أري شيء غير زينب. جيبوني زينب، ما في شيء زينب إلا عيسى، ما في. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم، تسرب عروقي لواهي السموم. يا براتنا يا روح
عنف داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم كتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون